إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان أسباب الفرقة بين المسلمين. أسباب الفرقة بين المسلمين. عباد الله، لقد كان العرب قبل الإسلام قبائل متناحرة يقتل بعضها البعض ويغزو بعضها البعض، فجاء الإسلام فجعلهم أمة واحدة، بل وجاء الإسلام فآخى بين العربي والأعجمي، وآخى بين الأحمر والأسود، آخى بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وغيرهم، جعلهم الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من يفعل هذا عباد الله غير الإسلام؟ من يوحد هذا الكم الهائل، هذه المليارات، غير الإسلام، غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يفعل هذا أحد إلا الله تعالى. الله تعالى يقول في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله ألف بينهم حين رأى فيهم المواصفات متاع المؤمنين الصادقين وتوفرت فيهم الصفات الكل، ربي ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعاً، مستحيل كان مش لازم تألف بين هذا الكم الهائل. الآن السؤال: ما الذي نراه اليوم كواقع في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ لقد عدنا إلى الجاهلية الأولى، عدنا إلى الجاهلية الأولى، عدنا قبائل وجماعات وأحزاب وفرق يضرب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا، بل وبعض الأحيان يقتل بعضها بعضا، كما نرى في بعض الدول الإسلامية اليوم، دول حتى قريبة منا، يرفع البعض السلاح على بعض، صراعات وخصومات بين الدول الإسلامية والعربية، صراعات داخل كل دولة، قبائل يقتل بعضها بعضا، أحزاب يحارب بعضها بعضا، يخون بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كما ذكر القرآن الكريم. هؤلاء يقولون نحن علمانيون، والآخرون يقولون نحن ماركسيون وشيوعيون، ولا يعلنونها مباشرة بدون حياة، والآخرون يقولون تقدميون، والبعض كذلك يقولون نحن إسلاميون معتدلون، إسلاميون منمقون معتدلون على المنهج الأمريكي، ولا أدري ماذا، كل واحد ينسب نفسه. حتى الذين يدعون الانتساب للمشروع الإسلامي صاروا كذلك في فرق مذاهب، هؤلاء إخوان مسلمون، وهؤلاء دعوة تبليغ، وهؤلاء ما تخبوش مني إخواني، راه هذه الحقيقة، مش نجيب في حاجة من راسي، وهؤلاء لا أدري ماذا، وهذا يقول لك نحن سلفيون، والسلفيون نفسهم 20 و30 فرقة، وكل واحد منهم يقول لك أنا على أهل السنة والجماعة، يقول لكم فرق سلفية جهادية وسلفية علمية ومداخلة وما أدري ماذا. إلى أين نذهب؟ ما هو السبب في هذا؟ من خلال القرآن والسنة، لا بقوله أنا ولا بقول فلان ولا قول علان. ويكذب عليكم أي واحد يقول لك أنا منش فرقة، فرقة مدامك خرجت أنت وعملت مجموعة أخرى هكا وتميزت وظنيت أن الناس كلهم أخرين على ضلالة وأنت وحدك على الحقيقة، فرقة من الفرق، تكذبش على الناس. ما هي أسباب هذه الفرقة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية. السبب الأول
عدم التزام صراط الله المستقيم وتعدد الطرق وتعدد السبل. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتباع السبل، اتباع الرايات المختلفة، هذا من أعظم أسباب الفرقة. لقد كانت لنا راية واحدة، هي راية الإسلام، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي راية الشريعة الإسلامية. اليوم تعددت الرايات وتعددت الاتجاهات وتعددت الولاءات، ولو باسم الدين، حتى في الدين أصبحنا عنا ولاء آخر غير الولاء لله ولرسوله. فاختلفنا وصار كل واحد يتآمر على الآخر، بل وصار كل واحد يحاول القضاء على الآخر. مش حتى نختلف اختلاف معناها رأي ونقبل بعضنا، لا، اختلاف صار فيه حقد، واختلاف صار فيه كل واحد يحاول ينفي الآخر وينحي الآخر من الوجود أصلا. نحن في صلواتنا في كل يوم ندعو الله سبحانه وتعالى أكثر من 17 مرة ونقول: اهدينا الصراط المستقيم، صراط واحد، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبيين والصحابة والصديقين والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا المغضوب عليهم ولا الضالين، لا صراط اليهود والنصارى وأهل الكتاب ولا أدري ماذا والملاحدة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في يوم من الأيام جالس مع الصحابة خطا مستقيما، فقال: هذا صراط الله أو هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شمال، خط خطوط عديدة عن اليمين وعن الشمال، وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلما اقتربنا من صراط الله المستقيم، من صراط القرآن، من صراط السنة، كلما اجتمعنا وكلما بعدنا وكل واحد شد في ثنية وكل واحد اختار طريق، كلما زادت فرقتنا وزاد اختلافنا. هذا السبب الأول، عدم التزام صراط الله المستقيم واتباع السبل. السبب الثاني: غياب العقل الذي ينشئه الإسلام. ما نقولش غياب العقل، الناس كلها ولت عندها عقل، الناس كلها عندها تحليل، الناس كلها عندها علم، لكن غياب العقل الإسلامي، العقل الذي ينشئه القرآن، العقل الذي تنشئه السنة النبوية. هناك عقول يربيها الإسلام، وهناك عقول تربيها الثقافات الأخرى، الثقافات الغربية، هناك عقول تربيها العلمانية، وهناك عقول تربيها القومية، وهناك عقول تربيها الاشتراكية، وهناك عقول تربيها الولاء للزعماء والشخصيات التي هي أبعد ما يكون عن الإسلام، ولاؤنا لغير الإسلام. إن هذه العقول التي تربيها الثقافات غير ثقافة الإسلام هي عقول في حد ذاتها تصنع الفرقة وتصنع الصراع وتؤجج الصراع. استمعوا إلى قول الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلت لكم لن أتي بشيء إلا من القرآن الكريم ومن السنة. شوفوا الآية، شوفوا الدليل من الآية: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا يا رب؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون أي لا يملكون عقلا صنعه الإسلام وهذبه القرآن وربته سنة محمد عليه الصلاة والسلام. العقول التي صنعتها الثقافات المنحرفة، العقول التي تربت في موائد الأعداء وتربت على موائد المجرمين، لا يمكن أن توحد بين المسلمين، لا تؤلف بين القلوب، لا يؤلف بين القلوب إلا العقل الذي صنعه الإسلام. هذا هو حالنا اليوم حتى في بيوت الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إنه يصلي في المسجد، ولربما يصلي في الصف الأول، ولربما يختم القرآن ما عرفش قداش من ختمة، ولكن عقله غربي،
ولكنه عقل اشتراكي أو حزبي لحزب بعيد عن الشرع، أو عقله موالي لزعيم معادي للشرع ويتناقض مع الإسلام، بل يصلي في المسجد ويرفض شرع الله عز وجل ويظن أنه على الطريق الصحيح وينظر، يرفض الشريعة الإسلامية ويرفض القوانين اللي جاءت في القرآن الكريم وهو في الصف الأول، عقله غير العقل الإسلامي الذي رباه القرآن. السبب الثالث عباد الله من أسباب الفرقة الحسد، في كلمة واحدة الحسد. الحسد وعباد الله من أعظم أسباب الفرقة. الحسد هو الذي جعل ابن آدم يقتل أخاه، الحسد الذي هو الذي جعل أبناء يعقوب يرمون بأخيهم يوسف في البئر ولا يكترثون ولا معناها يشعرون بشيء في قلوبهم. استمعوا عباد الله إلى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ارجعوا إلى التفسير، بغيا بينهم أي حسدا، حسدا بينهم، حسدا من عند أنفسهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم تأملوا في الآية الكريمة هذه، من هؤلاء الذين اختلفوا؟ إنهم أهل العلم، إنهم ناس عندهم علم، لكن العلم هذا في الأصل فيه أن يكون على منهاج القرآن وعلى منهاج الله تعالى. العلم يمشي مع الإيمان، يمشي مع الإسلام، لكن اليوم حين انفصل العلم عن الإيمان وحين انفصل العلم عن الإسلام أصبح العلم في حد ذاته لغما، أصبح العلم في حد ذاته حين انفصل عن الإيمان أصبح عاملا من عناوين الفرقة. لذلك اليوم حتى في الجماعات الإسلامية لا ينقصهم العلم، عندهم العلم لكن ليس العلم الصحيح اللي هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يفترقون وهم يعلمون، وهم عندهم علم بالقرآن وعندهم علم بالسنة. اقرأوا قول الله تعالى في سورة الشورى نفس المعنى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم أي حسدا بينهم. اليوم جاء الجميع يتحاسد، المسؤولون يتحاسدون، والجيران يتحاسدون، والأقرباء يتحاسدون، وحتى العلماء علماء الشريعة يتحاسدون. الإسلام عباد الله الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم لجابوا به أهل البدع والأهواء في هذا العصر، الإسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم جاء تحت شعار واضح، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ما زالت هذه متوفرة فينا إلا من رحم ربك؟ باختصار، الحسد يدمر وحدة المسلمين. السبب الرابع: حب الدنيا ونسيان الآخرة. من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف في الأمة هو حب الدنيا ونسيان الآخرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب قوم الدنيا إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا له الحديث هذا في خطب ماضية: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. جعل الآخرة أكبر همه يجمع شمله، إذا لا ينتقل الفرد ولا ينتقل الجماعة. ومن كان همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا الشاهد في الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في شكون نزلت هذه الآية؟ نزلت في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. هذه تبين أسباب الهزيمة في غزوة أحد، ما هو سبب الهزيمة في غزوة أحد ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب هو أن فئة قليلة من المسلمين آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا متاع الدنيا القليل على الآخرة. ماذا حالنا اليوم؟ كيف حالنا اليوم وقد صارت الدنيا صنما يعبد من دون الله؟ نعبد الدنيا إلا القليل، كلنا نعبد الدنيا.
من أجلها نوالي، ومن أجلها نعادي، ومن أجلها نحب، ومن أجلها نبغض. حب الدنيا ونسيان الآخرة. لو لم نمس الآخرة، لو لم ينسى المؤمنون المسلمون اليوم الآخرة، هل كان يقع بينا أنه يصل مسلم يقتل أخاه المسلم؟ أو كان معناه نوصل إلى درجة أنه مسلم يظلم أخاه المسلم، أو أن مسلم يأكل مال أخيه المسلم، أو أن مسلم يحتكر البضاعة حتى يجوع أخاه المسلم، أو أن مسلم يغتاب وينال من عرض أخيه المسلم؟ شنو هو اللي وصلنا هذا كله؟ هو نسيان الآخرة، حب الدنيا ونسيان الآخرة. السبب الخامس من أسباب الفرقة بين المسلمين ذكره الله، ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث، حديث ذكر فيه رب الرسول صلى الله عليه وسلم أربع أشياء إذا وقعت في الأمة انتهت الجماعة وحصلت الفرقة بين المؤمنين. ما هي هذه الأمور يا رسول الله أيها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. أربع رذائل إذا وقعت في الأمة انهارت الجماعة وتفرقت الجماعة وانتهت الوحدة وانتهت الأخوة بين المسلمين. ما هي يا رسول الله بعجالة؟ إنها أربع قوابل نووية تفتت جسد الأمة الإسلامية. الأولى: شحا مطاعا. الشح قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بسبب الشح وصلوا أنهم سفكوا الدماء واستحلوا ما حرم الله عز وجل. الثانية اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هوى متبعا، مصداق لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اتخذ إلهه هواه. اليوم كل واحد منا يعبد الله حسب هواه، حسب عقله، حسب ما تهواه نفسه، حسب الحاجة اللي ترضيه وحسب الحاجة اللي تناسبه. ما عادش نتبع في قال الله قال الرسول، نحن نعبد الهوى. الثالثة: دنيا مؤثرة. ما معنى دنيا مؤثرة؟ أن نقدم الدنيا على كل شيء. المصيبة الكبرى أننا نقدم اليوم الدنيا على الدين. الجريمة الكبرى أن نقدم الدين قربا من أجل أن نصل إلى الدنيا، من أجل أن نصل إلى المناصب. دنيا مؤثرة يعني أننا وصلنا إلى حد نريد المال نضحي بالدين من أجل المال، نريد السلطة والكراسي نضحي بالدين من أجل السلطة والكراسي. لخصها أيضا: شحا مطاعا، هوى متبعا، دنيا مؤثرة. الرابعة: إعجاب كل ذي رأي برأيه. لا يحتكمون إلى الشرع، لا يحتكمون لا إلى القرآن ولا السنة ولا أقوال السلف ولا إلى أقوال العلماء. كل واحد يحتكم إلى عقله وإلى هواه، كل واحد يقول لك أنا على الحق والجميع على الباطل. إعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا انتشرت هذه الموبقات الأربعة: شح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ما على الرجل الصالح المؤمن إلا أن يعتزل جميع تلك الفرق. ما على الرجل الصالح إلا أن يعتزل جميع تلك الفرق، مصداقا للحديث النبوي، حديث حذيفة، حذيفة في الفتن حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ماذا إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعتزل تلك الفرق كلها. تقولش هذه خير من الأخرى وهذه خير من الأخرى، كلهم داخلين، كلهم بعض، كلهم غلطين. السبب السادس من أسباب الفرقة ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، وذلك في قوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نحن اليوم معطل القرآن الكريم، معطل نحن، لأن فينا بعض الناس اللي يقول لك هذه النصارى. لا،
يا عباد الله المؤمنين، القرآن الكريم حين يحكينا عن النصارى واليهود، إذا وقعنا في نفس الخطأ اللي يقعوا فيه اليهود والنصارى سيكون هنا نفس الجزاء. أشنو السبب اللي يجعل ربي سبحانه وتعالى جعل النصارى أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نعم نسبة من الكتاب متاعهم، تركوا نسبة مما أمروا به، كانت النتيجة أن الله تعالى أغرى بينهم العداوة والبغضاء، أخذوا جزءا من الكتاب وتركوا جزءا آخر. كما نحن اليوم نطبق جزء من الإسلام الذي يتماشى مع مصالحنا وعهوانا ونترك جزءا كبيرا منه، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أنه يغري بيننا العداوة والبغضاء. الإسلام كما يقول بعض العلماء، الإسلام جرعة علاجية متكاملة مكتملة، لا ينتفع بها إلا من استخدم تلك الجرعة كلها. أنت لما تمشي للطبيب ويعطيك وصفة علاجية تختار منها، يقول لك ثلاث مرات في النهار وتاخذ قبل الماكلة وبعد الماكلة وتعمل مدة أسبوع وكذا، والدواء هذا تاخذه بعد الماكلة وهذا قبل الماكلة وهذا، طبق تلك الجرعة. إذا ما طبقتش لا تشفى، ما تمشيش الجرعة العلاجية. كذلك الإسلام جرعة علاجية واحدة من الله عز وجل، من خالق البشر، ونحن اليوم ولينا نعرف ونعلم أكثر من خالق البشر، نناقش خالق البشر الصانع الذي صنع الإنسان وجعله شريعة ومنهج القرآن وبعث أنبياء يبينوا له الطريق، ونحن عطينا روحنا نعلم أكثر من الله، وبعد ذلك نريد اجتماع ونريد وحدة صف. أبدا نبقاو هكاك ومش نبقاو نتصارع ونتقاتل إلى أن نعود غصبا عنا إلى شريعة الله عز وجل. اليوم كل واحد إسلام حسب هواه، يخذ لك الصلاة فقط ويترك الباقي، بعض الناس أخرين يصوموا كهو وما يقول لك لا ما عنديش داعي بالآخر، قل له شريعة قل لك لا، تقول له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قل فك علي أنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول له أخلاق إسلامية قل لك لا، تقول له ولاء وبراء قل لك لا، لا دخل بها بهذا إسلام، وكل واحد يفصل على حسب هواه. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف عباد الله. لا أريد أن أطيل عليكم، رأوا عندي عناصر كثيرة في هذه الخطبة لكن أخذت المهم فيها، نسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه. دون إطالة نضيف معناها سببين من أسباب الفرقة، ثم أسباب كثيرة لكن هذه أهم مذكورة في القرآن أو في السنة. السبب السابع من أسباب الفرقة بين المسلمين ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآية هذه لعلكم تعلمون القصة بتاعها، صحابة رضوان الله تعالى من الأوس والخزرج في المدينة بعد أن دخلهم الإسلام وعمتهم نعمة الإسلام، جاء معناها يهودي أو مجموعة من اليهود فغضوا العصبية القبلية وذكروهم بأيام الجاهلية وبأيام الصراعات بين الأوس والخزرج، خلاه يغضي والأوس كانوا والخزرج كانوا، فإذا بهم بعد أن غضى اليهودي هذاك الصراع إذا بهم ولاوا شقاته، وإذا بهم ولاوا يضربوا في موعد بعضهم البعض خارج المدينة بشقاته، وإذا بهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فيأتي بسرعة حتى ينقذ الأمة الإسلامية من الجاهلية هذه بسبب معناها وسوسة أهل الكتاب وبسبب بعض الأحيان العصبية التي تأخذ الإنسان. فالآية هذه راوا المقصود إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ليس المقصود به الكفر الأكبر، المقصود به هو الكفر والقتال بينكم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثير عبد المسلم لما يقتل أخاه المسلم عد هذا نوع من الكفر، أن الإنسان يرفع سلاح على أخوه المسلم، هذا هو الكفر المقصود، أن تصبحوا تقاتلوا بعضكم البعض، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذه وقعت في قبل. اليوم نحن جميعنا بدون استثناء نوالي أهل الكتاب من الأعداء من الصهاينة ومن الصليبيين، كل واحد منا موجه قبلته، واحد للشرق والآخر للغرب. كيف نريد أن نتوحد ونحن ولاؤنا ليس للقرآن وليس للسنة وليس للإسلام، بل ولاؤنا كل واحد منه لجيرة لأعداء الأمة، كيف نريد أن نتوحد وحالنا هكذا؟ أبداً مستحيل. نحن طول الآن الأمة الإسلامية صارت تبحث عند العدو كيف معناها تحل صراعاتها الداخلية، تلجأ للعدو حتى تحل صراعاتها الداخلية. هم يحبون أن نخاطر ببعضنا، هم يحبون أن نرفع سلاح على بعضنا، هم يحبوا ليبيا تتدمر ويحبوا اليمن تتدمر ويحبوا سوريا تتدمر، ونحن نعاون فيهم. ونحن لماذا؟ لأننا لا نقرأ القرآن، ولا نتحاكم إلى القرآن، ولا نتحاكم إلى السنة، نائمون. السبب الثامن الأثرة والأنانية والدوران حول الذات. ما عادش الناس همها هو الإسلام وهمها هو إعلاء كلمة الله، كل واحد يدور حول نفسه، عبادة الذات. حتى فينا احنا توتاكم مصلين عبادة الذات الأنانية. تأملوا عباد الله، وأختم بهذا، إلى صفات الجيل الأول نقرأها، صفات الجيل الأول الذي أثنى الله عليه سبحانه وتعالى من المهاجرين والأنصار. شوف ربي سبحانه ايش قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. القوم إذا كان الناس عندهم الصفة هذه أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدم أخوه المسلم على نفسه ويؤثر المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، حين ذلك تنعدم الفرقة. أما حين نؤثر المصلحة الشخصية على مصلحة الأمة وعلى مصلحة الدين وعلى مصلحة الجماعة، يصير لنا كما نصير اليوم. نحن اليوم في بلادنا بعض الأحيان نقول يا ناس ما تخربوش بلادكم، إياكم والصراعات اللي ما فيهاش معناها فايدة، إياكم أن تعملوا إضرابات تعيق الاقتصاد. كل واحد يؤثر نفسه ويقول لك شي خرفوا هذا، أنا مش يراه لا تزلف اللي هذا واللي هذا، معناه هذا كله يخرج من ديننا، إثار المصلحة العامة على المصلحة الفردية. حين تطغى المصالح على العقائد والمبادئ لا يمكن أن تتحد الأمة. اليوم أين المبادئ وأين العقائد؟ الأموال اليوم أصبحت أغلى من العقيدة، أغلى من الدين، والمراكز والمناصب أغلى من العقيدة وأغلى من الدين، نضحي بالعقيدة وبالدين من أجل المنصب، من أجل المنصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يا دراهم ما الفقر أخشى عليكم، يا أم دراهم ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا، تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحاديث واضحة، لكننا نحن نترك جانبا ما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أمرنا به القرآن. نسأل الله تعالى ونحن على أبواب رمضان أن يرد بنا إلى دينه مردا جميلا. في آخر هذه الخطبة أذكر إخواني بنشاطنا بإذن الله تعالى في آخر هذا الأسبوع، ابتداء من اليوم إن شاء الله، اليوم بين المغرب والعشاء ستكون محاضرة للشيخ أحمد السهيلي، محاضرة اليوم بين المغرب والعشاء ضد للشيخ أحمد السهيلي. أما يوم الأحد بإذن الله تعالى عندنا مسابقة على امتداد اليوم، المسابقة اللي تشمل إخواننا اللي معناها يتبعوا في الحلقة القرآنية، سواء كانوا من الرجال أو من النساء أو من أبنائنا التلاميذ، تكون إذن مسابقة تشمل جميع الأصناف على امتداد اليوم، ويكون معناها بإذن الله ختام ذلك كذلك بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء محاضرة للدكتور يعني منير كمنطر مع توزيع الجوائز للفائزين بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احقن دماء المسلمين بكل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين بكل مكان، اللهم رد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينها مردا جميلا. اللهم انزع عنا كل أسباب الفرقة والاختلاف، ووحد صفنا ووحد قلوبنا على القرآن والسنة يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من العتقاء. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة.